النهاردة بتمر ذكرى رحيل الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، واللي توفي في زي النهاردة من عام 2017. الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن ترك وراءه رصيد كبير جدا من الأعمال المسرحية والسينمائية وأيضا التلفزيونية. خلينا نشوف دلوقتي محطات في مهمة طبعا في مسيرة الكاتب الراحل. تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب المصري الكبير محفوظ عبد الرحمن الذي توفي في 19 من أغسطس عام 2017 ليترك وراءه رصيداً كبيراً من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية. تخرج محفوظ عبد الرحمن من جامعة القاهرة عام 1960 وبدأ الكتابة قبل تخرجه بعدة سنوات، وعمل في الصحافة في دار الهلال واستقال منها بعد ذلك، ثم انتقل إلى دار الوثائق التاريخية وعمل سكرتير تحرير في مجلة السينما ومجلة المسرح والسينما ومجلة الفنون. أصدر مجموعته القصصية الأولى البحث عن المجهول عام 1967، تلتها مجموعة أربعة فصول شتاء عام 1984، كما حاز على جائزة العقد لأفضل مبدع خلال 10 سنوات من مهرجان الإذاعة والتلفزيون. أبدع محفوظ عبد الرحمن في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل سليمان الحلبي وأم كلثوم، كما قدم أفلاماً مميزة مثل الشبكة وحليم. نال عبد الرحمن عدة جوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية عام 1972 وجائزة أفضل مؤلف مسرحي عام 1983 من الثقافة الجماهيرية، بالإضافة إلى الجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن مسلسل أم كلثوم وجائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2002. توفي محفوظ عبد الرحمن في 19 من أغسطس عام 2017 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاماً.